عشاق كمال الأجسام والفتنس أينما كنتم، السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقدم لكم أفضل تمارين الكارديو متوسطة الشدة التي يمكنك وضعها في نظامك التدريبي في رمضان حتى تستطيع حرق الكثير من الدهون، ولأن رمضان فرصة لا تعوض دعنا لا نضيعها. هو تمرين رائع آخر للجسم بالكامل، يعمل على ساقيك وجذعك وعضلاتك لأداء قفزة القرفصاء. ابدأ في وضع القرفصاء ثم اقفز بشكل متفجر، اهبط بهدوء في وضع القرفصاء وكرر. الأخطاء الشائعة: عدم الحفاظ على محاذاة ركبتيك مع أصابع قدميك، عدم القفز عالياً بدرجة كافية. عبارة عن تمرين يستهدف جذعك وذراعيك وساقيك. لأداء هذا التمرين ابدأ في وضع البلانك ثم حرك ركبتيك نحو صدرك بالتبادل بينهم كما لو كنت تتسلق جبلاً. الأخطاء الشائعة: عدم إبقاء جذعك مشدود، عدم توجيه ركبتيك نحو صدرك بشكل كافي. هو تمرين كلاسيكي يحرق الكثير من السعرات الحرارية، يعمل على ذراعيك وساقيك والجذع. لأداء هذا التمرين بشكل صحيح ابدأ بقدميك بجوار بعضهم لبعض وذراعيك على جانبيك، اقفز بقدميك إلى الجانبين وارفع ذراعيك فوق رأسك ثم اقفز مرة أخرى إلى وضع البداية. الأخطاء الشائعة: عدم القفز عاليا بما فيه الكفاية، عدم مد ذراعيك وساقيك بالكامل. هو تمرين يستهدف جذعك وذراعيك وساقيك. لأداء التمرين بشكل صحيح ابدأ في وضع البلانك ثم اقفز بقدميك للخارج إلى الجانبين وارجع للداخل وكرر ذلك بأسرع ما تستطيع. الأخطاء الشائعة: ميلان جسدك باتجاه الأرض، عدم القفز بقدميك بعيداً بما فيه الكفاية. هو تمرين رائع للجسم بالكامل، قف مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين وامسك الكتبل بكلتا يديك أمامك، اثن ركبتيك قليلاً وأرجحها للخلف بين ساقيك ثم حركه للأمام وللأعلى حتى ارتفاع الصدر مستخدماً قوة الدفع من رجليك ووركيك لأداء الحركة. الأخطاء الشائعة: عدم إبقاء جذعك مشدوداً، استخدام الكثير من قوة الذراع بدلاً من قوة الساق والورك. نط الحبل: تمرين بسيط وفعال لحرق الدهون، يتطلب الحد الأدنى من المعدات ويمكن القيام به في أي مكان، يساعد القفز بالحبل أيضاً في تحسين التوازن. الأخطاء الشائعة: تحميل القفزة كاملة على كعب القدم مما قد يؤدي للإصابة، القفز بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. هو تمرين لكامل الجسم يمكن القيام به في أي مكان، يعمل على تشغيل عضلات ساقيك وجذعك وذراعيك. اركض في مكانك مع رفع ركبتيك نحو صدرك على أعلى مستوى ممكن. الأخطاء الشائعة: عدم جعل ركبتيك على نفس الارتفاع مما يؤدي إلى اختلال التوازن العضلي بين الجانبين، عدم رفع ركبتيك عالياً بدرجة كافية. هو تمرين رائع يمكنك أداؤه في أي مكان، إنه يعمل على ساقيك وعضلات الجذع والذراعين. قف أمام صندوق أو منصة متينة ثم اقفز عليها واهبط بهدوء بكلتا قدميك. الأخطاء الشائعة: عدم فرد رجليك وفخذيك بالكامل عند القفز، عدم الهبوط بهدوء على الصندوق. هو تمرين رائع يعمل على ساقيك وعضلات الأرداف والجذع. لأداء التمرين بشكل صحيح خذ خطوة كبيرة للأمام بقدم واحدة وأنزل جسمك لأسفل حتى تصبح ركبتك الأمامية بزاوية 90 درجة. ادفع نفسك مرة أخرى إلى وضع البداية وكرر مع الرجل الأخرى. الأخطاء الشائعة: الاستناد بركبتك على الأرض، عدم محاذاة ركبتك مع أصابع قدميك. تمرينات الضغط هي تمرين كلاسيكي. لأداء تمرين الضغط ابدأ في وضع البلانك ثم اخفض جسمك نحو الأرض عن طريق ثني مرفقيك. ادفع نفسك مرة أخرى إلى وضع البداية. الأخطاء الشائعة: عدم إبقاء جذعك مشدوداً، عدم خفض جسمك بما يكفي تجاه الأرض. هو تمرين رائع للجسم بالكامل، يمكنك حرق الكثير من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة، حيث يعمل على ذراعيك وصدرك وجذعك وساقيك. لأداء تمرين بيربي ابدأ في وضع الوقوف ثم انزل في وضع القرفصاء وضع يديك على الأرض،
اقفز بقدميك للخلف إلى وضع البلانك، ثم اقفز بقدميك للأمام باتجاه يديك. أعد الكرة. الأخطاء الشائعة: عدم إبقاء جذعك مشدوداً، عدم القفز عالياً بما يكفي. تعد هذه التدريبات من أفضل التمارين لحرق الدهون. يمكن أن يساعدك دمج هذه التمارين في تمرينك أثناء رمضان مع بعض من الوقت على تحقيق أهدافك بشكل أسرع وأفضل. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم على الجميع. إلى هنا ينتهي موضوعنا، ونتمنى أن تكون قد استفدت معنا، ونطلب منك دعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائك. إذا أردت أن يصلك كل جديد فور نشره، ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم.